بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ننتقل اليوم للجزء الأخير من هذا الفصل. راح نتحدث اليوم عن الـ Personal Leadership Development. بداية راح نتكلم عن Charismatic and Transformational Leader. طبعا القيادة الكاريزمية والقيادة التحويلية طبعا تعتبر الكاريزما، كاريزما القائد من الصفات الشخصية كالصدق والمصداقية والكفاءة، حالها حال بعض الصفات الأخرى، واللي يجب أن يكون القائد أو نكون قادرين على تطويرها من خلال الممارسة، من خلال بعد النظر وما إلى ذلك. القيادة الكاريزمية تعتمد على سحر، على إقناع القائد، إلزام الآخرين، تلتزم على الانسبيريشن، انسبيرينج فولورز. القائد لازم يكون عنده قدرة على إنه يعمل إلهام، إقناع للآخرين للتابعين. في بعض الأوقات أو في بعض الدراسات الكريشماتيك والترانسفورميشن ليدرشيب يطلق عليهم نفس المفهوم، لأنهم طبعا يشتركون في أوجه شبه متعددة. غالبا طبعا ما يحاول القادة الكاريزميون إلى تحسين الوضع، بينما القادة التحويليون تحويل المنظمات إلى رؤية القائد، لكنهم يشتركون في بعض الصفات، في بعض زي سحر الإقناع والتأثير على الآخرين والحماس وإلهام الآخرين. طبعا التحويليون والكاريزميون يستخدمون الشخص طبعا سحر شخصيتهم للتأثير على الآخرين، لجعلهم متحمسين بتحقيق أهداف المؤسسة. طبعا ذلك يتطلب زي ما تكلمنا في الفيجنري ليدرشيب أن يكون في رؤية واضحة لجلب مشاعر الآخرين، وجود رؤية مقنعة للمستقبل، القدرة على توصيل، القدرة على اللي هي التأثير في الآخرين لتنفيذ هذه الرؤية، القدرة على استخدام اللي هو الذكاء العاطفي الـ Emotional Intelligence، الـ Social Interaction وما إلى ذلك. خصائص وصفات كثير تكلمنا عنها في نظرية السمات يجب على القائد أن يتحلى بها ليصبح Transformational، ليصبح Influencer، ليصبح Inspirational and so. نتكلم في الجزئية الثانية اللي هي Emotional Intelligence، الذكاء العاطفي أو and the leadership، الذكاء العاطفي والقيادة. طبعا الـ Emotional Intelligence is the ability to manage our emotions in social relationship. طبعا قدرة على أنك تفهم، تحلل مشاعرك في نفسك والآخرين، واستخدام هذا الفهم في علاقتك مع الآخرين، في علاقتك مع الموظفين وما إلى ذلك. طبعا هذا مطلوب جدا في المستويات الإدارية العليا. القيادة الجيدة، القيادة العظيمة تعمل من خلال العواطف باعتبارها مؤثر على نجاح هذا القائد ومؤثر في أداء الآخرين، تحديدا القيادة في المستويات الإدارية العليا. هان بعض اللي هو كفاءات الذكاء العاطفي اللي يجب على القائد القوي التمتع بها، اللي هي الـ Motivated and Persistent High Self-Awareness، Good Relationship Management and Self Good Self-Management، عنده قدرة على التفكير، التحكم في الدوافع، عنده قدرة إدارة ذاتية، تنظيم ذاتي، قدرة على فهم مشاعر الآخرين، الاستخدام الأفضل للتواصل معهم، الأفضل السبل أو الكوميونيكيشن تولز، درجة عالية من الذكاء في إدارة اللي هو العلاقات relationship management، good relationship management، القدرة على إقامة علاقات مع الآخرين وبناء رأس المال الاجتماعي. طبعا القادة في المستويات العليا بحاجة إلى هذا النوع من اللي هو الذكاء العاطفي في إدارة العلاقات مع الآخرين، في التأثير في الآخرين،
في يكون عنده high social awareness, motivated and persistence, good self management, قدرة على إدارة الذات وإدارة الآخرين. ننتقل إلى الجزئية الأخرى. طبعا هذه جزئيات في نهاية الفصل, جزئيات بسيطة نرجو الاطلاع عليها. ننتقل للجندر and leadership. هنا المقصود بالجندر, هنا نتكلم عن الرجال والنساء والفارق ما بين الرجال والنساء في عمليات القيادة والأبروش اللي بتاخده كل صنف أو كل نوع من سواء كرجال أو نساء. طبعا الجندر similarities hypothesis hold that males and females have similar psychological properties, يعني الرجال والنساء عندهم نفس القدرات على القيادة بغض النظر عن اختلاف الابروش او الميثودولوجي اللي بتبعه الرجل او المرأة في عملية القيادة, ولكن كلاهما قادر على تحمل المسؤولية, ممكن ان يكون موجه نحو المهام وما الى ذلك. لكن الرجال طبعا مختلفون من درجة الحزم اثناء المحاولة, التوجيه نحو المهام, القيادة, السيطرة التقليدية. لكن كما وضح الكاتب في قراءات عديدة اكد انه النساء غالبا يعملن كقادة مقتنيين او يعتنون يتصرفون بطريقة داعمة بطريقة مربية, وهذا خلق نوع اسمه الانتراكتيف ليدرز ار سترونج كوميونيكيتورز اند اكت ديموكراتيك اند بارتيسيبيتيف وذ فولور. طبعا اللي هو الانتراكتيف والبارتيسيبيتيف التواصل المشاركة بلا شخصية جيدة السعي إلى التوافق. تحدثنا عن القادة الديمقراطيون واللي هو الانتراكتيف ليدرز, تكلمنا عن الديمقراطيك ليدرز التشاركيون الشاملون التعامل مع المشكلات والقرارات من خلال طبعا توجيه الجهود, من خلال العمل الجماعي, من خلال احترام الآخرين ومشاركة السلطات. يختلف طبعا نمط السلوك اللي هو leadership style أو البيهيفير تبع الليدر ما بين الرجل والمرأة, في أنه النساء يهتمون أكثر بالinteractive leaders, بتصرفون بطرق تشاركية بعيدا عن السلطوية أو التسلط على الآخرين, تشارك في القرارات, ديمقراطيون أكثر في مشاركة القرار, أكثر في تفهم وجهات النظر في التعامل مع الآخرين وما إلى ذلك. نتحدث فيما بعد عن المورال ليدرشيب اللي هي القيادة الأخلاقية. طبعا تحدثنا في الدرس السابق وقلنا إنه ما لم يكن القائد على درجة من الأخلاق والمثالية فإن الأهداف ستصبح في نهاية المطاف أهداف شخصية, بما يؤثر سلبا على أداء المنظم أو على أهداف تنظيمية. وبالتالي أي شخص في منصب قيادي يجب عليه ممارسة السلطة وفقا للمعايير الأخلاقية, معايير السلوك المقبولة, بناء يحاول بناء ثقافة تنظيمية أخلاقية تشاركية, يطلب من الآخرين أيضا التصرف بشكل أخلاقي. طبعا القيادة الأخلاقية تبدأ بالنزاهة, تبدأ بالفيجينري ليدرشيب اللي هو تحويل الأنظار إلى الأهداف المؤسسية أو الأهداف التنظيمية بعيدا عن الأهداف الشخصية, مما يخلق نوع من الوضوح, نوع من الثقة للأتباع. عندما يجد الشخص أنه القائد جدير بالثقة, أنه قادر, أنه honest, أنه يشوف الانتجريتي هناك, بصير نوع من أنواع الولاء, نوع من أنواع العطاء. بالتالي هذا طبعا المورال تحدثنا فيه كثيرا في النزاهة والانتجريتي, الانستي اند انتجريتي في السيرفنت ليدرشيب, ترانسفورميشنال ليدرشيب اولسو,
acting using the same style or the same behavior. وبالتالي الأخلاق الـ emotional intelligence مهمة جدا في الـ participative، مهمة جدا في عمليات القيادة. طبعا هذه الخصائص والصفات ممكن أنها تكون مكتسبة وممكن أنه يتم تطويرها طبعا من خلال الممارسة، من خلال بعد النظر، من خلال التدريب، التطوير وما إلى ذلك. نتحدث في الجزئية الأخيرة اللي هي Dark Horse Old Fashioned Leadership. Dark Horse Statement أو Straight Talk on Leadership. طبعا المستشار دراكرز وجهة نظر له، كان له وجهة نظر خاصة بالقيادة، حدد اللي هو مجموعة من البرنسبل، وأكد على أنه اللبنة الأساسية لنجاح قائد هي تحديد وتأسيس اللي هو الإحساس بالمهمة، الفيجينيري زي ما تحدثنا في اللقاء السابق. يجب أن يحدد الأهداف والأولويات والمعايير، الوضوح، القابلية وما إلى ذلك. طبعا define and communicate a clear vision، يعني أهداف واضحة من حيث التحديد ومن حيث الاتصال أو إمكانيات الوصول. accept leadership as a responsibility not a rank. طبعا هان الفرق ما بين القائد الناجح والقائد الفاشل. القائد الفاشل اللي بيقبل leadership as a rank or as a position not a responsibility. Leadership is really totally different. It's a responsibility to be responsible to achieve the organizational goal and whatever. Surround yourself with talented people. هنا تحدثنا عنها النقطة امبارح أو في اللقاء السابق لما قلنا اللي هو قبول القائد أو تعيين القائد للأشخاص الموهوبين، أن يحيط نفسه القائد بمجموعة من أشخاص قادرين، أشخاص موهوبين، ولا يخشى تكوين أتباع أقوياء قادرين على اتخاذ القرارات، عندهم النولج الكافي. القائد لو كان عنده مشكلة في النولج والمعرفة ما في أي مشكلة من تعيين أشخاص قادرين على ذلك، إلا القائد طبعا الجبان والضعيف هو اللي بخاف أو يخشى بالتعيين الأشخاص ذوي الكفاءة وذوي المهارة. بعدين دراكر بيقول don't blame others when things go wrong. طبعا القائد responsible، مسؤول عن البروسيس، مسؤول عن العمليات، وبالتالي لا يجوز للقائد أنه يحمل الأفراد أو التابعين مسؤوليات الأخطاء أو misunderstanding أو conceptual issues. Keep your integrity and the trust of others. لازم يحظى القائد ثقة الآخرين زي ما تحدثنا آنفا طبعا، وذلك من خلال خلق بيئة من الثقة، خلق بيئة من التراست، الهوناستي وما إلى ذلك، وبالتالي بتولد ثقة لدى التابعين. Don't be clever, be consist. أخيرا يعني ما يقول ما نفعل سيكون ما يقال، كلمات مرة أخرى لا تقوم ولا تكون ذكيا، المهم أن تكون consist، متصل. إلى هنا ننهي الفصل السابع، وبهيك بنكون انهينا هو المقرر لهذا في هذا الكتاب بال Leadership Leading and Development. تكلمنا عن تحدثنا عن ال Nature of Leaders، تحدثنا عن ال traits اللي هي نظرية السمات والخصائص والصفات الذي يجب أن يتمتع بها القادة، تحدثنا عن البيهيفير السلوك اللي يجب على القادة اتباعه أو امتثاله للتأثير في الآخرين،
هو من ثم تحدثنا عن الليدنج او الليدرشيب ستايل، كلاسيكال ستايل، اوتوكراتيك، ديموكراتيك، هيومن ريليشن ليدرز، ترانسفورميشن ترانزاكشن ليدرز. ايضا واخير تحدثنا عن الليدنج ليدرشيب ديفلوبمنت، عن بعض السمات والصفات والاخلاقيات اللي يجب على القادة التحلي بها واللي هي قابلة. طبعا هذه السمات والصفات قابلة للتطوير من خلال طبعا التدريب، من خلال الممارسة، من خلال بعد النظر. تحدثنا عن الجندر والليدرشيب أيضا، وقلنا أنه بالنسبة وفقا لنظرية اللي هو السيميلاريتي أنه الرجال والنساء متشابهون، الاختلاف فقط في اللي هو نوع القيادة أو الستايل أو البيهيفير المتبع. في النساء بنلاقيه بارتيسيبيتيف أو بنلاقيه ديمقراطيك أكثر من الرجال الذين يميلون في بعض الأوقات إلى التوجيه، إلى الصرامة، إلى استخدام السلطة والباور وما إلى ذلك. وthen finally we did talk about the Drucker's style or Drucker principles، واللي كانت عبارة عن ملخص لما تم الحديث عنه. بهيك بنكون أنهينا بفضل الله كل ما يتعلق بمادة إدارة الأعمال. بالنسبة للمقرر في المادة والفصول التي سيتم إلقائها على قروب إن شاء الله نودي لكم فيما يخص هذا الأمر. شكرا لحضوركم وبارك الله فيكم، يعطيكم ألف عافية، دمتم بود.